طبعا النهارده بتمر الذكرى العاشرة على رحيل واحد من اهم وابرز واكبر الاسماء للقلعه الحمراء، الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، طبعا اللي تولى رئاسه النادي الاهلي في الستينيات وفي السبعينيات، وبدات معاه نجاحات كبيره جدا، وتقدر تقول يمكن اللي عاش الفتره دي شاهد على نقله نوعيه في تاريخ النادي الاهلي وتطور كبير جدا على كل المستويات المحليه والافريقيه. كانت بدايه مشوار الاهلي ونجاحات الاهلي الافريقيه في عهده، وطبعا قيمه كبيره جدا، ويمكن حتى هو والد طبعا امين صندوق النادي الاهلي مهندس خالد مرتجي اللي كتب النهارده وقال وهو بيحيي ذكراها العاشره، يعني سيظل اسمك وساما على صدري. طبعا يعني اسماء كبيره جدا وقامات كبيره جدا تولت رئاسه النادي الاهلي، والنجاحات اللي حصلت في التاريخ كله الحقيقه جيل ورا جيل كلها الحقيقه مرتبطه بمبادئ وقيم وأسس كانت سبب رئيسي جدا في نجاح النادي الأهلي، بالإضافة طبعا لجماهيريته وشعبيته الكبيرة والعظيمة اللي دايما بتكون الوقود والمحرك الأساسي للنادي الأهلي في تحقيق بطولاته. فأوقات كتير جدا طبعا دي التويتة أعتقد أو البوست اللي عمله طبعا مهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي في ذكرى رحيل والده، كتب الحقيقة بوست مؤثر جدا. طبعا يعني مشاعر فقدان الأب الوالد بتبقى طبعا صعبة جدا، ومفيش حد ممكن يعني باخد من كلامه كنت الظهر والسند ومن بعدك فقدت المشورة. طبعا أكيد طبعا أي حد في الدنيا بيفقد والده مهما مر الزمن الحقيقة بيبقى أثر كبير جدا عليه، ويمكن الحقيقة يعني في ناس كتير بعتت له وتواصلت معاه وهو بيشكر كل الناس، هو يمكن موجود بره مصر فبيشكر كل الناس اللي حاولت إنها تتواصل معاه. طيب النهارده هنتكلم في ايه؟ طبعا يمكن اللي بتابع الحلقه من اولها وحتى تابع الكونفرنس النهارده او المكالمه الفيديو يعني اللي كانت مع عمر ديفونسيكا، كنت بتكلم على كوبا ليبرتادورس، وكنت بتكلم على تتويج فلومينينز البرازيلي على حساب بوكا جونيورز، وهو اهتمامي بالبطوله مش بس عشان كره امريكا الجنوبيه ولكن عشان طريق الاهلي ممكن يكون فلومينينز البرازيلي منافس محتمل. هنتكلم النهارده على ما تبقى من عمر الدوري في مباريات، عندنا ماتشين، واحد مع سيراميكا واحد مع الجونه، بعد كده توقف منتخب مصر ونرجع لبطوله افريقيا ومن بعدها كاس العالم. بس قبل ما ندخل في كل الموضوعات والملفات ونتكلم في ماتش المقاولين امبارح، ارحب بالاول بضيوفي بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير واهلا وسهلا بكم. مساء النور يا احمد، طبعا اهلا بك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه كالعاده باذن الله. ان شاء الله. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. شايفكم داون شويه، ماتش مقاولين مأثر معاكم ولا لا؟ احنا ممكن بس يعني النادي الاهلي ممكن احنا مش متعودين يعني او تعودنا كنا الموسم الماضي على الفوز بكل البطولات، ولكن زي ما احنا قلنا واتكلمنا على فكره في عز ما احنا كنا بنكسب بطولات اتكلمنا وقلنا ان مفيش هيجي وقت وهتخسر بطولات، وقلنا كده في عز ما كنا بنكسب علشان يبقى الاستعداد موجود، الاستعداد النفسي والتقبل عند الجمهور. يعني يمكن الخروج من الدوري الافريقي اللي عوضنا شويه ان احنا عملنا مباراه عوده تليق بالنادي الاهلي وبفريق النادي الاهلي. صن داونز اللي هو كل المحللين وكل الناس بتتكلم عنه بصوره يعني مبالغ فيها جدا، انا شايف ان هي واحد من افضل الفرق الموجوده في قاره افريقيا، ولكن على ارض الملعب في استاد القاهره احنا ما شفناش الكلام ده خالص. النادي الاهلي يعني امتلك زمام الامور كليه في على مدار اكتر من 90 دقيقه، ولكن الحظ والتوفيق غاب عنك، وده احد العوامل المهمه اللي بيعول عليها اي فريق. صحيح. في حساباتك هو الايجابي في الموضوع انه الاهم لم ياتي بعد، يعني كل اللي بيحصل ده حتى من اول الموسم من سوبر ومرورا بالدوري الافريقي كله مفترض انه يكون تجربه واحتكاك وفرصه للتقييم قبل ما تروح للاهم وهو الشامبيونز ليج الافريقي وبطوله كاس العالم للانديه. دول الهدفين الاكبر والاهم للنادي الاهلي الموسم ده اللي نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا فيهم. لكن خليني اسالكم على الماتش المقاولين، خليني ابتدي بالايجابي لانه انا يعني طبعا بشوف بعين الجمهور، لكن كمان وانا بقيم لازم يبقى تقييمي موضوعي واحط ايدي على الايجابيات والسلبيات. فخليني ابدا بالايجابي، ايه اهم مكاسب الاهلي حققها امبارح غير الثلاث نقاط يا احمد في مباراه المقاولين؟ طبعا النادي الاهلي حقق مكاسب كبيره جدا، واهمها ان كولر راهن على تغييرات كبيره جدا في الفريق، وشفنا 9 لعيبه اعتقد اغلبه ما بيشاركش بشكل اساسي، لكن راهن وقدر يكسب وبياكد كده ان اي لاعب في النادي الاهلي قادر ان هو يبقى اساسي في اي وقت،
وده اللي احنا شفناه امبارح. وشفنا كريم الدبيس بيتألق من ضمن مكاسب المباراه طبعا، وانا بشوف ان كريم الدبيس لاعب ليه مستقبل كبير جدا ومحتاج ياخد مباريات كتيره جدا مع الوقت، اعتقد ان هو هينسجم مع الفريق ويبقى الخبرات عنده هتزيد. وبشوف طبعا ان عوده عبد القادر وعوده طاهر محمد طاهر طبعا، وطاهر بيسجل كمان، دي برده من ضمن المكاسب. وبشوف ان حتى مودست ممكن يكون في مباراه امبارح افضل من المباراه اللي قبل كده. هو مودست بالنسبه لي اول مباراه يعني بالزبط. اول مره اشوف مودست في الملعب، يعني تحس يعني ان هو قبل كده كنت بحس انه بعيد تماما، لكن امبارح في كان بيحاول صحيح مش اللي منتظر منه طبعاً. عشان ما نديش الامور اكبر من حجمها. انا عارف ان جمهور الاهلي مستني من اي اسم في المركز ده كتير جدا، سواء مودست كهربا او صلاح محسن بما او حتى زعلوك. على فكره انا راهنت على زعلوك من بدايه الموسم، وقلت انه في بوتنشال يعني او في مقدمات تقول انه الولد ده ممكن جدا جدا لو خد فرصه وخد شويه خبره يبقى مهاجم كبير جدا في النادي الاهلي. مودست امبارح بتشوفه مكسب من المكاسب. مكسب طبعا، مكسب مهم جدا، لان مودست بدا يقول زي ما انت بتتكلم يا احمد، هو بدا يقول وكان بيحاول وكان ممكن يجيب على فكره في كورتين كده، كان ممكن في كره واحده منهم كانت على الطاير، اعتقد لو كانت دخلت كان ممكن الكلام يتغير 180 درجه. فيعني انا بشوف ان مودست يعني محتاج مباريات، محتاج يجهزه. هي الفكره كلها ان الوقت ضيق، ودايما الاهلي او لسوء حظ مودست او لسوء حظ كولر ان النادي الاهلي بدا الموسم بمباريات كبيره، اتحاد العاصمه وبعد كده سيمبا وبعد كده سان داونز، فالوقت ده ان انت تجهز مودست. فاعتقد مع جاهزيه مودست انا بشوف ان هو هيبقى افضل ويعني هينسجم مع الفريق، ويبقى بالنسبه لنا في كاس العالم للانديه مكسب كبير جدا واضافه كبيره. بمناسبه سيمبا، قبل ما ندخل الحلقه، سيمبا كان تعرض لخساره كبيره امام يانج افريكانز اللي موجود معانا في المجموعه، خسر 5-1. مباراه طبعا قمه في تنزانيا، الفرقتين سيمبا تعرض لخساره كبيره، خد باي الكره التنزانيه. بالظبط، وده يقول ان احنا لازم نستعد كويس جدا لدور المجموعات، لان يانج افريكانز واضح ان هو انا جزء من كلامي معاكم النهارده ازاي تستعد، لانه انت رجعت يعني قفلت افريقيا، رجعت للدوري، هتلعب ثلاث ماتشات او لعبت ماتش وفضلك ماتشين، بعد كده هتخش في فتره توقف تاني. القوام الرئيسي للنادي الاهلي بما فيهم الشباب، يعني النهارده كابتن نور رياض عندهم بطوله شمال افريقيا، وفي زعلوك موجود ومعتز محمد، ثمان لعيبه من النادي الاهلي، منهم لعيبه كولر مطلعهم للفريق الاول. عندك ماتشات منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون، اكيد طبعا في 7-8 لعيبه هياخد له، هيسحب له على الاقل 8 لعيبه، فبالتالي هيبقى عندك فتره توقف فيها غيابات كبيره جدا، ما عندكش فرصه انك انت تشتغل فيها. ودي جزء من المشكله اللي عند مستر كولر تحديدا، يعني اوقات كتير حتى في المعسكر اللي هو عامله بتاع الاعداد اتسحبت منه لعيبه، بعد شويه ماتشات اجنده دوليه اتسحبت منه لعيبه، النهارده تصفيات كاس عالم اتسحب منه لعيبه، وبيشارك في بطولات بالتوازي مع بعض كتيره جدا، فبالتالي دي اشكاليه قبل ما تروح للمهم، وده اللي كنت بتكلم فيه النهارده. والمطلوب منك تصلح اخطاء وتعلب كيرف الاداء في وقت بسيط جدا. لا يعني يمكن هو انا اعتقد ان مارسيل كولر هيبقى ليه اولويات الفتره الجايه، يعني مثلا في مباريات الدوري اعتقد ان الثلاث نقاط هتبقى أولوية رقم واحد، لأن أنت الحمد لله في كل المباريات اللي شاركت فيها في بطولة الدوري قدرت أن أنت تنتزع الثلاث نقاط. معلش أنا آسف، الناس مش عايزة، الجمهور لو أنا تسمحوا لي يعني أنا أتكلم نيابة عنكم، الناس بعد مقدمات كولر السنة اللي فاتت، يعني أنا هحسبها لك كده بالبلدي، الناس بتحسبها إزاي؟ بتقول لك الأهلي مع كولر السنة اللي فاتت قدم كورة أداء ونتائج ولا أروع، يعني أنت جبت لي الخمس بطولات وقدمت لي كورة، حسيت إنه الأهلي مع كولر هو ده الأهلي اللي إحنا كنا مستنيين. فتوقعنا السنه دي انه بما انك خلاص خدت الخبره، شاركت في افريقيا، شفت الدوري، عرفت شكل المنافسه، جبت صفقتين محدش مختلف عليهم، امام ورضا ومودست احنا مستنيينه، فبالتالي مفترض انه النتيجه الطبيعيه لده انه كيرف الاداء يبقى اعلى، بس انا حاسس انه لا، مش هو ده الاهلي بتاع كل السنه اللي فاتت. يعني بص يا احمد، انا ممكن اختلف معاك جزئيا شويه، ان احنا اختلف. في لا يعني احنا انا شايف ان احنا في بعض المباريات الاداء فيها ما كانش على يعني الوجه الامثل او الشكل اللي بتنتظره الناس، احنا مش مختلفين في كده، زي مباراتي سيمبا، زي ممكن امبارح مباراه المقاولين شويه، ولكن في مباريات احنا قدمنا فيها عروض مميزه جدا، مباراه الاسماعيلي، مباراه المصري في بدايه الدوري. المحلي مقياس بالنسبه لك للي انت رايح له، مش اللي انت لعبته، للي انت رايح له. يعني انت لو في كاس العالم اللي هتلعبه كمان اقل من شهر، هو زمنيا يعني والتاريخ اكتر من شهر بشويه، لكن انت عندك 10 ايام في لعيبه غايبه مش موجوده معاك، فانت فتره تحضيرك لكاس العالم بتتكلم في 20 يوم او 3 اسابيع،
مظبوط، هتروح مفترض انك انت غالبا يعني اتحاد جده، ومن بعد اتحاد جده في يومين ينزل مثلا ان شاء الله باذن الله لو تجاوزت اتحاد جده. هل شايف انه كيرف الاداء اللي طالع بيه الاهلي من بدايه الموسم لغايه امبارح يقول انه احنا جاهزين لحاجه كده؟ هو ده السؤال. انت مش عايز تقول لي حاجه؟ طب بمناسبه فلومينينزي ولا يا سيدي مبروك يا سيدي ملك التوقعات على بس على فكره انا تمنيت، لان انا قلت انا ما فضلتش بوكا جونيورز. بوكا جونيورز كان اقوى، خلي بالك في مباراه امبارح كمان. لا انا وفلومينينزي الحقيقه كمان مباراه كانت حلوه قوي. الاجواء في امريكا الجنوبيه بصراحه مختلفه جدا، اجواء كره قدم. وهو امبارح المباراه يعني فلومينينزي بعد 122 سنه تقريبا من تاريخ انشاء النادي بيفوز اول مره ببطوله قاريه، فحتى بانت في الدموع بتاعه فيليب ميلو اللي احنا ما يعني دايما موعودين بفيليب ميلو على طول كان في بالميراس، والسنه دي ان شاء الله نواجهه بقى مع فلومينينسي. مارسيلو عندهم لا، وكمان حتى في بوكا جونيورز كان في لعيبه يعني كافاني وروميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق. أيوه. المباراه بصراحه كانت، وطبعا مش عايزين ننسى كينو احد اهم علامات المحترفين اللي دخلوا الدوري المصري امبارح، صنع الهدفين. فلا المباراه امبارح كانت حلوه قوي، والاجواء لحد اخر دقيقه الفرقتين واقفين على خط الملعب. دي اول بطوله في تاريخ نادي فلومينز، اول بطوله قاريه في تاريخه بعد 122 او 123 سنه من تاريخ انشاء النادي. فده رقم كبير جدا، وعشان كده الفرحه كانت مختلفه قوي في المدرجات. ملعب ماراكانا بصراحه الاجواء امبارح كانت حلوه قوي. مباراه شكله هيشجع فلومينز في كاس العالم ولا ايه؟ لا لا انا كنت عايز ابعد عن بوكا جونيورز بقى. وانا نفس الحكايه برضه. بالعوده بقى للكلام عن الاهلي، لا يعني انا شايف احمد زي ما قلت لك هي جزئيات اولويات مارسيل كولر. انا اعتقد ان هو لازم الفتره الجايه ولازم اللعيبه تساعده ان تبقى في اولويات في تقسيم المرحله، ان اوقات كتير هتحتاج الفوز والمكسب قبل ما تبص للاداء، والاداء مع الوقت هيتحسن. طيب خلي بالك انت كجمهور بتبص الماتش كل ماتش لوحده، لكن المدير الفني او جهاز فني بيبص للمرحله دفعه واحده. بالزبط. يمكن الاختلاف، وده اللي قاله مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، انه الاختلاف بين السنه دي او بين اهلي السنه دي والسنه اللي فاتت انه الكيرف او يعني مستوى الاداء ارتفع السنه اللي فاتت بشكل تدريجي، لانه احنا ما بداناش بماتشات من العيار التقيل. خدنا يمكن هو بدا مع الاتحاد المنستيري، وبرده الاتحاد المنستيري ما اعتقدش في دور التمهيدي كانت مباراه تقيله، وبعد كده ماتشات الدوري الى انه وصل للمستوى اللي هو كان عايزه وقدر يعمل روتيشن بشكل رفع مستوى النادي الاهلي لغايه لما نهينا الموسم بالشكل ده. السنه دي الدنيا مختلفه، السنه دي ابتدينا بسوبر بماتشات في سيمبا رايح جاي وسان داونز رايح جاي، فبالتالي ده الى حد ما يمكن واجهت مصري واسماعيلي كمان في مصري واسماعيلي في الدوري مباراتين من العيار وامبي في الكاس. مظبوط، المباريات كلها كانت قويه وبطولات يعني كان امبي في كاس مصر وسيمبا وسان داونز في دوري السوبر، وده يحط اهميه قصوى على الماتشين اللي جايين، ماتش سيراميكا الاربع وماتش الجونة السبت. خليني اتكلم على الماتشين دول. طبعا الست نقاط مهمين جدا، لكن مش هم كل الاهداف او مش هم اهم الاهداف. خلينا اسمع راي احمد مصطفى وبلال محسن، هيكونوا مكملين معنا في السادسه لكن بعد الفاصل. يدهشني الحقيقه غياب كومن، يعني اعتقد صح انا استنيته، انا توقعت انه يكون واحد من الاسماء بصراحه الموجوده اكيد، لكن لفت نظري وجود مرموش كمان. وجنابري كمان مش موجود، وانه سريع جدا، بس يعني حاجه ايجابيه ان موجود لاعب مصري وعامل اخير مرموش بيتعلق يعني بشكل غير عادي، واحرز هدفين في اخر مباراه وفي طبعا اثنين في اثنين يعني في يونيون برلين وفي بروسيا. طيب خلينا نروح للتمرين النهارده، نطمن على لاعيبه النادي الاهلي. معانا زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي في الجزيره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولكل ضيوفك الكرام ولكل جمهور النادي الاهلي. كريم بدايه يعني معلوماتنا كانت ان التمرين النهارده هتبدا 5، بس عرفنا انها لسه باديه يمكن من دقائق، ايه السبب في ده؟ يعني طبعا في البدايه هي محاضره مطوله شويه لمستر كولر، يعني اكتر من ساعه وربع، يعني كنا متواجدين كالعاده طبعا في ملعب مختار التتش للظهور كالعاده الساعه 5، لكن يعني من اقل من 20 او 25 دقيقه ظهر لاعبي النادي الاهلي الملعب مختار التتش. كانت محاضره مطوله فيها فيديو فيها كلام مهم جدا على المرحله القادمه، وتحديدا كمان المباراتين القادمتين سواء سيراميكا او الجونه، لان انت عارف زميلي احمد طبعا المؤجلات بتكون مهمه جدا ان انت تحصل منها نقاط. ويمكن كمان فريق سيراميكا بادائه المميز في المباراه الاخيره، عندهم سكواد مميز، عندهم مدير فني مميز، عشان كده هيكون جيم قوي محتاج كل الجهد وكل التركيز من فريق
النادي الاهلي، وده الحقيقه اللي اكد عليه مستر كولر في الاجتماع اللي زي ما بنقول امتد لاكثر من ساعه و15 دقيقه. لكن بشكل عام يعني طبعا مباراه الامس كانت مباراه مهمه جدا، بالتاكيد النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز فيها، ومكاسب كثيره جدا، عدد كبير من اللعيبه بيشارك، وده الاكيد اللي بيطمن الجهاز الفني بشكل كبير، ان انت تطمن على السكواد بشكل كبير، 9 لاعبين او اقل من 9 لاعبين يكونوا متواجدين، ده امر مهم جدا. لكن كمان النقطه اللي حابين نطمن عليها كل جمهور النادي الاهلي هي اللاعبين اللي يمكن الناس اتكلمت ان في بعض اللعيبه مصابه، ويمكن ناس قالت لك الشحات مصاب، اكرم توفيق عنده اصابه، علي معلول، لكن انا بطمنك بشكل كامل كل لاعبي النادي الاهلي اللي ما كانتش متواجده في المباراه الاخيره، وتحديدا الشناوي، علي معلول، الشحات، اكرم توفيق، مروان عطيه بيشاركوا في التدريبات بكل قوه النهارده، جرعه تدريبيه معتاده من مستر كولر. كل اللعيبه اللي ما بتشاركش في المباراه او بتكون طبعا على دكه الاحتياط بيكون في تراي ماتش، لكن رغم دي الوقت ورغم كل الظروف انت عارف مفيش وقت ان انت تصحح او ان انت يعني تفقد اي لعيب، لان ما بيكون في عدد من قطاع الناشئين متواجد والمعتاد من مستر كولر بيكون في حماس كبير جدا. لكن الراجل النهارده فضل ان يكون في تقسيمه مصغره في نهايه المران، شفنا الحقيقه كل اللعيبه اللي بتتكلم معانا. انا شايف في التدريب انتوني مودس بيلف التراك كده، هل في حق يعني مش بيشارك مع الفرقه في التمرين؟ هل في حاجه معينه تخص مودست؟ لا يمكن مودست زيه زي طبعا كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه، هو بس يعني كان بيجري بنوع من انواع طبعا البرنامج اللي موضوعه اللي بالنسبه للريكفري، وبعد كده على طول توجه الى غرف الملابس طبعا كالعاده لاستكمال الاستشفاء الموضوع. ما فيش اي حاجه، بنطمن كل الناس، كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه الامس الحمد لله ما فيش اي اصابات، وزي ما بقول لك اللعيبه اللي ما كانتش متواجده هتكون بمشيئه الله متواجده في قائمه مباراه سيراميكا. احنا عارفين ان مستر كولر بيدي اليوم التالي طبعا للمباراه بيدي استشفاء، لكن اليوم اللي بعديه بيدي راحه، ويمكن زي ما بنقول بكره يكون راحه للفريق النادي الاهلي على ان يتم العوده من جديد. بالنسبه ليوم الثلاثاء يكون تدريب الساعه 4 عصرا، في اختلاف شويه بالنسبه لتوقيتات التدريب بالنسبه للمستر كولر، لكن طبعا كل ده بينطبق على المباريات. انت بتادي مباراه في تمام الرابعه، لابد ان انت تقرب شويه من الوقت، الجو يمكن مقبول جدا ان انت تادي تدريبات في هذا التوقيت، لكن الحمد لله كل الامور طيبه جدا. الاجتماع النهارده او نقدر نقول المحاضره النهارده كانت مثمره ومهمه جدا لفريق النادي الاهلي، الجديه واضحه بالنسبه للتدريبات، هي مرحله مهمه محتاجه كل الجهد ومحتاجه كل التكاتف، محتاجه ان انت تلم النقاط في المباراه المؤجله تحديدا. عشان كده ان شاء الله بنامل تكون مباراه سيراميكا مباراه مهمه، مباراه تليق باسم النادي الاهلي. انا شايف كمان مهما كان اللي يكون كريم متواجد. شايف يعني عمرو السوليه ظاهر قدامنا في الكادر وبيتمرن، وانا يعني معلوماتي انه برنامجه التاهيلي يعني شبه اكتمل، فعايز اطمن منك على السوليه وامكانيه تواجده مع الاهلي في قائمه مباراه سيراميكا. يعني طبعا هو كان الاعلام من الجهاز الطبي ان عقب مباراه سان داونز السوليه يكون متاح بالنسبه للتدريبات الجماعيه بشكل تدريجي. الحقيقه يمكن السوليه دخل في التدريبات الجماعيه لسه طبعا لم يتم حسم الامر في مباراه سيراميكا، زي ما بقول لك غدا هيكون راحه، بعد غدا يكون تدريب، لكن يمكن زي ما بنقول عمرو السوليه جاهز للتدريبات الجماعيه ومنها ان شاء الله للمباريات، ده امر مهم جدا، لعيب مؤثر جدا، ويمكن الحمد لله بيرجع لنا كل اللعيبه اللي فقدناها. يمكن كريم نتبد رجع، كريم فؤاد الحقيقه شفناه باداء مميز جدا، اكرم توفيق، الحاجات دي مهمه جدا ان احنا محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي اللي فقدناهم خلال الايام الماضيه. السوليه ان شاء الله باذن الله يواصل التدريبات خلال الايام القادمه، لكن لسه لم يتم حسم الامر بالنسبه لمباراه سيراميكا، لكن ممكن يكون متواجد في القائمه بشكل كامل او يكون على دكه البدلاء، لان الجاهزيه مهمه جدا ان انت تكون جاهز بنسبه 100% في ظل دي الوقت الكبير وفي ظل احتياج الجهاز الفني لكل اللاعبين. عشان كده ان شاء الله يعني بنعمل لعيبه تحافظ على نفسها خلال التدريبات، المرحله اللي جايه مهمه جدا، وتحديدا المباراه القادمه هتكون مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن بشكل كامل لعيبتنا الحمد لله ما فيش اي اصابات، اللعيبه اللي يمكن اكدنا عليهم مروان والشحات ومتولي ومعلول وكل اللعيبه دي بجاهزه بنسبه 100% للمباراه، ويا رب يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ويستطيع النادي الاهلي مواصله الانتصارات في بطوله الدوري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده، وزي ما كريم يمكن قال ومعلوماتنا بتقول انه الاهلي طبعا في كلام كتير اتقال على قصه عقوبات اصابات غيابات، لكن الشناوي، معلول، مروان، اكرم وحسين داخلين في قائمه وكلهم موجودين في الملعب بالظبط كده، وموجودين هيكونوا موجودين ان شاء الله في قائمه المباراه بتاعه سيراميكا. سيراميكا فايق بالمناسبه، وهنتكلم على الاهلي وسيراميكا، لانه سيراميكا مع ايمن رمادي ومع قندوسي على فكره، اللي ما بيتفرجش يعني او اللي مش متابع، قندوسي مكسر الدنيا مع سيراميكا. لكن خليني ارجع مره ثانيه، يمكن كنا بنتكلم على مشوار الاهلي وعلى ضيق الوقت والتحضيرات والاستعدادات، مفيش حد يختلف انه الستة بونت اللي جايين من ماتش سيراميكا والجونه مهمين جدا، لكن ايه اللي انت كمان مستني كجمهور نادي اهلي تشوفه من الاهلي ومن مارسيل كولر ويطمنك على المرحله اللي جايه بعدها يا احمد؟
شايف ان كولر من بعد الخروج من دوري السوبر الافريقي اخذ قرار ان هو يبقى اللعيبه كلها جاهزه، وده اللي عمله في مباراه امبارح. شفنا قدام المقاولين العرب طبعا 9 تغييرات مخاطره، ناس كتير شافتها في البدايه كبيرة. مخاطره بس ده يتبين شخصيه كولر، هو جريء وبيثق في اللعيبه كلها، فدي تبين وده ثقته للعيبه، والنادي الاهلي قدر يكسب. في لعيبه كسبت الثقه، في لعيبه كسبت الثقه، في لعيبه خسرت الثقه، يعني مش هنقول ما خسرتش الثقه بس هنقول ان هي ما ظهرتش بافضل شكل، عليها انها تستغل الفرصه بشكل افضل من كده، لان اعتقد الفتره اللي جايه كولر هيستمر في الروتيشن وهيستمر في ان هو يبدا يجهز اللعيبه زي ما انت قلت. كل الهدف بالنسبه لكولر طبعا الثلاث نقط مهمين جدا، لكن دوري ابطال افريقيا مهمه جدا بالنسبه له، وكمان كاس عالم الانديه، كاس عالم الانديه خلاص احنا بنتكلم في شهر تقريبا او شهر ونص، فاعتقد هو بيبدا يجهز كل القوام بتاعه عشان ما يبقاش برضه عنده مشكله في كاس العالم ويشوف مين الافضل ومين بالنسبه له اجهز. فمباراه المقاولين بالنسبه له اكيد هو اتخرج منها مستفاد. مودست هيبقى ليه دور كبير جدا الفتره الجايه لو في المباراتين اللي جايين. ده لازم، انت خد بالك انت افتقدت جهود رضا سليم اوريدي في كاس العالم وفي بدايه مشوارك في دور المجموعات، عشان كده عبد القادر ليه دور كبير جدا الفتره الجايه. طبعا احمد عبد القادر وحسين في الناحيه دي اعتقد لازم هما الاثنين يشغلوا بعض، يعني لازم هما الاثنين يشدوا على بعض ويشغلوا بعض، والاثنين لعيبه كبار جدا ما حدش فيهم محتاج يثبت اي حاجه لاي حد، يعني لا عبد القادر بامكانياته وقدراته محتاج يثبت لحد حاجه، ولا حسين الشحات محتاج يثبت لحد حاجه. وبمناسبه عمرو السوليه طبعا عوده عمرو السوليه مهمه جدا، لعيب كبير ولعيب عنده شخصيه ولعيب طول عمره بيلعب اساسي في النادي الاهلي ومكسب كبير عودته للنادي الاهلي، فطبعا هيبقى من ضمن اللعيبه اللي بس يجيب فورمته بسرعه، يعني محتاجين عمرو السوليه ان شاء الله. الخبره كمان في البطولات الكبيره دي بتلعب دور كبير جدا يا بلال. اكيد طبعا، والسوليه يعني احد قاده الفريق واحد الكباتن اللي بيبقى ليهم دور كمان داخل الملعب، شفنا قبل كده في اكتر من موقف السوليه كان ليه بيبقى ليه توجيهاته ازاي على ارض الملعب، واللعيبه كلها بتحب يعني بتسمع له وبتلتزم بالتعليمات كمان داخل الملعب، فالسوليه قائد داخل وخارج الملعب. اعتقد ان عودته للنادي الاهلي حتى لو هيشارك على فترات او هيتواجد لبعض المباريات هتبقى مهمه وعامل اضافي كبير لفريق النادي الاهلي. بمناسبه مباراه الامس يعني والكلام ان انت سالت سؤال مهم عن هل في لعيبه كسبت ثقه مارسيل كولر، فانا اعتقد ان ابرز اللعيبه اللي بتنال دايما ثقه مارسيل كولر ومحافظه عليها هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يا احمد هو بدون ادنى شك هو افضل حارس مرمى مصري بيلعب برجليه في الدوري المصري، يعني ممكن يكون في حراس مرمى لا يعني بدري شويه، لا مش بدري حاجة. انا عايز بص انا قصد اتكلم عن مصطفى شوبير ليه؟ أيوة. عشان اقول ان احنا عندنا حارس مرمى جاهز يلعب في اي وقت، لو فضلنا النظره بتاعه مصطفى شوبير ان هو لسه حارس صغير مش هيقدر المدير الفني يعتمد عليه، بالعكس على فكره انا عندي حارس مرمى اساسي لمنتخب مصر والنادي الاهلي محمد الشناوي، دي ما فيهاش جدال ولا أيوة. شك، يعني احنا كلنا متفقين عليها تمام، بس لازم يبدا يبقى عندي حارس مرمى تاني انا اقدر اعتمد عليه زي ما حصل في نهائي افريقيا، ما انا مش هيجي لي اختبار للاعب بعد ما حصل او بعد اللي حصل مع مصطفى شوبير في فاينل لا أفريقيا. انا مش انت ليه فهمت كمان ان انا ضد؟ لا انا اقصد مصطفى شوبير لا خالص هاي. انا فاهم قصدك، ايوه انا فاهم، انا بتكلم على قصه رجليه شويه دي لا يعني محتاجه هو حتى في الفاينل بتاع افريقيا كان بيلعب برجليه كويس، يعني حتى فاينل رغم ان الاستاد متقفل وكان ما بيطلعش الكره من رجله غير ببصه حلوه، ودي احد المميزات اللي احنا شفناها في فريق صن داونز. على فكره دي ميزه اضافيه للنادي الاهلي ان انت يكون عندك حارس مرمى بيلعب برجليه كويس. امبارح شفنا التدخلات بتاع بص يعني توقيتات التايمنج بتاع الخروج كمان بتاعه. خد بالك هقول لك حاجه، يعني دي مش بس تنطبق على شوبير، دي تنطبق على شوبير، تنطبق على كريم دبيس، تنطبق على زعلوك، تنطبق على كوكا، على انا شايف اللعيبه دي جعانه كوره، اكيد اللعيبه دي لما هتجيلها فرصه مش هتموت نفسها، يعني دي هتطلع كل اللي عندها وزياده عليه حتتين كمان، فدي نقطه تتحسب ليهم وتحسب كمان لمستر كولر. طبعا اكيد، ما انا بقول عشان كده انا انت السؤال عجبني اللي هو هل في لعيبه حافظت على الثقه او نالت الثقه؟ انا مصطفى شوبير انا بالنسبه لي الكره دي بالمناسبه انا اسف بص الكره دي ممكن جدا على ممكن فكره ممكن دي صعبه جدا طبعا، طبعا صعبه جدا لان هو الرؤيه ايوه بالظبط. لا انا بتكلم على حاله الدربكه اللي حصلت في الحته دي قبل التصويبه بتاعت لاعب المقاولين من اول هنا بالظبط كده، الحاله دي تلخص حاله المباراه. بص في حاجه غريبه يعني هي دي تلخص حاله الكره. الكره جت لي يجي ثلاث او اربع لعيبه ومش لا بس هو بصراحه انه ياخد القرار من هنا. بص يا احمد كمان واخد خطوتين او ثلاث خطوات كمان بره المرمى فلا انا دايما بشيد بشوبير، فانا بقول لك ان هو انا شايف في مكاسب كتير من مباراه امبارح. طاهر طبعا ان هو ياخد جائزه رجل المباراه معنويا هتبقى عامله فارق معاه الفتره الجايه،
ومصطفى شوبير ان هو بيثبت في كل مباراه بيشارك فيها ان هو عنده ثقه. كريم الدبيس يعني لعيب كويس جدا، خامه واعده جدا، ولكن انا شايف من اللي انا شفته مع كريم في فتره وادي دجله، انا شايف ان هو لسه عنده كتير قوي. يعني كريم الدبيس كمان عنده حلول هجوميه كويسه جدا، يعني شفناه امبارح في كوره واحد لواحد. انا ستايله ما اعرفش هتتفقوا معايا، بيفكرني بالله يرحمه عبد الوهاب. انا كنت لسه اقول لك عبد الوهاب. يعني هو ستايله، قطعيته، جريته، بنفس الاحيان بيعمل في بروفايل عبد الوهاب الله يرحمه. هو بص، هو عنده ميزه ان هو ما بيخافش، بيطلب الكوره، جريء، عنده دايما ميل ان هو يعمل انطلاقات هجوميه ويعمل ويطلب الكوره كمان في التلت الهجومي للفريق المنافس. فكل دي مميزات، ولكن اللي انا اعرفه عن كريم الدبيس ان هو لسه عنده احسن من كده بكتير ان شاء الله. صحيح. يقدر بقى يعبر عنه. وبمناسبه الباك ليفت، في نص الدقيقه بالظبط او في 20 ثانيه، انا اتمنى وبشده ان يعني مارسيل كولر يجرب كريم فؤاد في مركز الظهير الايسر في بعض مباريات الدوري. انا اعتقد انه هيحقق نجاح لا يقل عن النجاح اللي محققه عمر كمال عبد الواحد حاليا في فيوتشر. كريم فؤاد النادي الاهلي تعاقد معاه اصلا وهو بيلعب سيزون كامل في انبي ظهير ايسر، ما شاركش خالص ظهير ايمن. كولر بيستخدمه كجناح في بعض المباريات، ولكن انا اعتقد ان كريم فؤاد لو اشترك هو كريم في بعض المباريات، كريم زي اكرم كده من لعيبه الجوكر، ممكن تبقى لهم في حتت كتير. لا بس هو كمان عنده رصيد من المباريات كبير قوي لعبه في المركز دوت، وكان بيقدم حلول انا شفته مميزه جدا بصراحة. حتى امام الاهلي لو نفتكر عمل مباراتين كبار جدا امام النادي الاهلي مع انبي وهو بيلعب كظهير ايسر. فانا اعتقد ان ده حل ممكن يلجا له مارسيل كولر في بعض المباريات تبقى حاجه بره الصندوق. هو كريم فؤاد بصراحه، وزي ما بقول ان في ناس خدت فرصه، يعني ماتش المقاولين كان فرصه لناس كتير جدا انها تظهر حط رجلها في الملعب. بشوف كمان في ناس محتاجه فرص، يعني كريم فؤاد من الاسماء دي. كريستو بشوف انه محتاج فرصة جدا 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 يستحقها بصراحه طبعا، وعليه ان هو يستغلها بافضل شكل من الاشكال. خلينا نتكلم على اللي جاي بقى، خلينا نروح لنسيب المقاولين ونروح الا لو مصطفى ليه تعليق اخير، بس هروح لفاصل اخير ونرجع نكمل مع احمد وبلال. من وجهة نظري المتواضع ليسوا الامهر على الاطلاق، لكن ارقامهم، بطولاتهم، انجازاتهم، ثباتهم، ده الحقيقه اللي يمكن يكون سبب رئيسي في الرقم ده في التتويجات او الالقاب، وخص طبعا سي ار 7 وليو. ليو 8، سي ار 7 5، ده طبعا مع استحداث البالون دور، جائزه البالون دور. لكن في عظماء قبل كده طبعا كانوا يستحقوا بالتاكيد الجوائز لسنين وسنين طويله جدا، اهمهم طبعا دييجو ارماندو مارادونا، بيليه، زيدان، كانتونا، رونالدينيو الظاهره. بقول لك عشان بس يعني واحنا والتقرير بيتعرض، بقول لك انا اسمي فين يعني، دي كارثه الصراحه. ميسي مش موجود بصراحه. لا حقيقي يعني بص، انا ميسي بالنسبه لي ميسي طبعا رونالدو الظاهره. لا هو خد الظاهره على لا ومصطفى طبعا. ومصطفى انت بتهزر يا بلال، مصطفى دي بقى في اول القايمه. لكن اقصد اقول ان هم على مستوى المتعه، يعني طبعا الموهبه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي شيء طبعا حاجه عظيمه جدا. زيدان موهوب، رونالدينيو موهوب، كانتونا موهوب، توتي موهوب، طبعًا رونالدو طبعا قمة الموهبة طبعًا. اعظم مهاجم من وجهة نظري جه في التاريخ، يعني ما شفتش مهاجم بصراحة عنده الامكانيات والمهارات دي غير رونالدو ونازاريو. لكن في النهاية الارقام هي اللي بتتكلم، الاستمرارية هي اللي يعني الاستمرارية. دايما الاستمرارية وكمان ما غابوش فترات كبيرة، اصاباتهم كانت قليلة جدا، اهتموا بالجانب البدني والتمرين والريكفري، عاشوا حياة بروفيشنال 100% كلهم. يعني حتى رونالدو وميسي كانوا دايما محافظين على يومهم وبروجرام حياتهم، فعلشان كده كان عندهم الارقام. وصلاح طبعا اكيد طبعًا. بس صلاح بقى بصرف النظر عن النجاح في يعني نجاح صلاح نجاح مبهر مش أكيد. محتاج حد يتكلم فيه. لكن سيبك من قصه البالون دول، لان ليها حسابات كتير جدا بره يعني بره المتعارف عليه او بره حدود العقل والمنطق، لكن ليها حسابات تسويقيه، ليها حسابات سبونسر مرتبطه بمنتخبات. يعني روجي ميلا خدها، فانا انا شايف ان صلاح في وقت من الاوقات كان قريب قوي، يعني احنا شفناه في حفله او حفلتين، كان رقم مره رقم 2 ومره رقم 3، يعني كان قريب ليها قوي. بس ما اسعفوش الحظ انه يتوج بيه. عنده فرصه لو باقي في اوروبا، لان الكلام النهارده من السعوديه ان هو خلاص يعني ده السيزون الاخير. لو كان ممكن عمل حاجه مع المنتخب في كان مثلا اكيد، او كان حاجه في كاس العالم ملفته كان بالزبط. ممكن جدا صلاح لويس انريكي قال كده على مبابي، قال له انت ناقصك الكره الذهبيه مش هتاخدها غير لما تحقق حاجه مع باريس سان جيرمان. مش هيحقق هيجي ريال مدريد وبعدين ياخدها. طيب خلينا عايز معلش انا اسف، انا قلت لكم قبل الفاصل هقفل ماتش المقاولين، لكن لازم ادي امام حقه الحقيقه.
لانه امام امبارح قدم برضو جيم ممتع صح ولا ايه؟ لا لا طبعا احنا اتفقنا كبير. قبل مباراه صن داونز اتفقنا ان امام عاشور كواليتي مختلف مش موجود يعني كواليتي مع احترامنا لكل اللعيبه ولكن في لاعب بيجي فلته كل فتره كده من الزمن امام عاشور هو اللاعب دوت ودخل على سكواد النادي الاهلي في توقيت مهم النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي في حاجه كبيره لمجهودات امام عاشور. بص هقول لك حاجه عشان يبقى متفقين الكواليتي مفيش فيها شك تمام لكن هو مش مختلف هو مكمل حاجه كانت ناقصه يعني محدش ينكر انه الشناوي كواليتي مختلف طبعا اكيد عبد المنعم كواليتي مختلف ديانج كواليتي مختلف عبد القادر كواليتي مختلف الشحات كواليتي كهربا اي لاعب في الاهلي كل واحد مفترض ان هو يكون واحد متنوع. كل واحد في حته ميزة. مش هتلاقيها موجوده عند التاني لكن اللي حصل في الـ في الـ في الانجن في قلب المحرك انك حطيت حته قفلت جزء كبير جدا من البازل اللي كان موجود صح. يعني وبيقدر يعمل لك الفارق وامام مع قماشه الاهلي او مع عقليه النادي الاهلي عقليه النادي الاهلي ممكن يوصل بعيد جدا لو هنا اشتغل صح. ما هو بص امام عنده تحديين كبار جدا العقليه والاستمراريه لو نجح امام عاشور في المعادله دي ان هو يبقى عنده استمراريه مع المحافظه على العقليه عقليه النادي الاهلي وسير العمل داخل منظومه النادي الاهلي هيروح في حته ثانيه خالص لا هيبقى كبيرة. هيبقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي لسه بدري على الكلام ده ولكن احنا بنقول شروط نجاح امام عاشور او توظيف شروط نجاح اي لاعب بالظبط لا احنا بنتكلم كمان عن امام ان هو مرشح ان رونالدو ما عندوش ربع الكره اللي كانت موجوده عند زيدان ولا رونالدينيو صلاح ما عندوش كره كبيره وراح في حته بعيد بالظبط انا بتكلم على حاجه الانضباط والانضباط العقليه هي دي اللي تخلي الاستمراريه والاستمراريه اكيد طب طيب خلاص نقفل مقاولين خش على طاهر طبعا في توقيته طاهر مش يعني محتاج اكتر من كده منافس اليوم طاهر على فكره يا جماعه يعني يعني انا عارف انه الناس ممكن شويه بتزعل من طاهر بس طاهر قطعيته تركيبته تكوينه لعيب اوروبي يعني بشوفه من اللعيبه القليله جدا اللي موجوده في مصر زي مرموش كلهم بيبقوا حابين طاهر على فكره لان هو اوروبي بدني فتنس مع كوره لعيب اوروبي لكن انا مش عارف في حاجه على طاهر ان هو يجاوب عليها هل قصه ثقه هل قصه جمهور ولا ثقه جهاز فني لكن هو الحقيقه كواليتي انا شفت طاهر في مقاولين انا فاكر انا اعلنت صفقه طاهر هنا في السادسه لما الاهلي جابه من مقاولين كنت في منتهى السعاده الحقيقه لا في تصريح شهير جدا لمحمد صلاح بعد ما احترف لما قالوا له ترشح موهبه مين الموهبه المصريه اللي ترشحها ان هي تنجح في اوروبا قال طاهر محمد طاهر ده تصريح شهير لمحمد صلاح فطاهر لا عنده كل المقومات الصراحه ممكن الباص ده تاني بس الجون ده تاني معلش ثواني الجون بتاع هاني بس الكره دي مثلا ممكن نجيبها بس من الاول انا عايز اوريك حاجه كولر عملها امبارح في الماتش في الشوط الثاني وده رجعنا الكلام بتاع كولر قبل كده في المؤتمر في مباراه الاسماعيلي لما قال ان ده افضل مركز لطاهر طاهر امبارح بعد 10 دقائق من الشوط الثاني لعب مركز 8 كان بيلعب جناح وتحول لرقم 8 بص الكره دي لو جبنا الجون ده ثاني امام هو اللي طاير على جناح يمين وهاني ضامم لقلب الملعب وطاهر موجود في رقم 8 في قلب الملعب وعمل الباص بالخارجي فده اللي بتكلم فيه ان كولر بيستخدم طاهر وشايف ان ده افضل مركز لطاهر انا اتفق مع كولر ان ده رقم 8 في قلب الملعب هتشوف امكانيات طاهر بص ده طاهر بص طاهر فين في قلب الملعب وطاهر الباص اللي حطه بصراحه برده في فيجن هايله في مهاره كبيره وطبعا هاني مش اول مره يدخل قلب الملعب من بدايه الموسم وهو بيعمل كده مع بيرستاو بيعمل روتيشن في اوقات كتيره وتلاقي هاني يعني الموقف ده اتكرر كتير لكن المره دي كان في توفيق معاه وقدر يحرز هدف وطبعا امام عاشور عمل باص وان تاتش مميز جدا لان دايما الباص الوان تاتش بيبقى حد مستعدله ايوه وهاني اخذ الكره برده مره واحده خلى حتى ابو السعود في الزحمه والكلام ده كله ما عرفش في الكوره فالهدف ده بشوف فيه ان في يعني جمل وفي كذا حاجه مميزه جدا يعني بص هنا يعني الدنيا زحمه ابو السعود طبعا انا مشفق طبعا يعني مشفق يعني ما بقى يعني قاعد مع اللعيبه في اوضه اللبس مشفق جدا جدا على حجم المجهود المبذول وحجم التعب والارهاق والسفر والتدريبات والمشاركه في مباريات كلها فيها مستوى تنافسي عالي جدا لعيب النادي الاهلي بيلعب كل ماتشاته بيواجه منافسه عاليه جدا حتى من الفرق اللي بتصارع على الهبوط دايما قدام الاهلي بتلعب جيم كبير وبتقدم اكتر من اقصى ما عندها فمستوى المجهود المبذول كبير بس على الناحيه الثانيه جمهور النادي الاهلي بجد بيستنى ال 90 دقيقه دي وبيقعد يعد الايام والساعات لغايه لما يوصل لانه في ماتش الاهلي عشان يستمتع بالفريق اللي بيحبه عايز متعه عايز تابلو عايز كره حلوه عايز
مش عايز مكسب وخلاص بس لسه عايز متعه بعد السته بتوع امبارح. السته واحد امبارح النادي الاهلي عودنا على كده لا السته هو كسب مانشستر سيتي امبارح سته الطبيعي بتاعكم ودوكو احنا اتكلمنا عن دوكو قبل كده لسه مكسب كبير جدا هو عينه بصراحه بيب ما بتجليش والعين اللي بتجيب وبتختار وبتعرف وبتحلل وبتتابع وبتفلتر عشان تختار في النهايه الاسم اللي يجيب جول واللي يناسب دايما مع طريقه لعبك والمدرسه بتاعه السيتي خلاص احيانا ممكن تجيب لاعب مميز جدا بس ما يناسبش معاك فدايما الاختيار اللعيبه مهم جدا وبرضه هفضل شايف ان رودري اهم لاعب في مانشستر سيتي عالمي رودري طبعا واحد هو يكن افضل لاعب خط نص في العالم في الوقت الحالي هو رودري بصراحه بينجح المنظومه طيب نروح عشان ما وقتنا نروح الاول للاهم سيراميكا يعني هسيب الجونه شويه رغم انه يمكن مش هيبقى عندنا وقت ليها قوي لكن سيراميكا بالنسبه لي مباراه مهمه لانها مع فرقه فايقه فرقه ممكن تتعبك ايمن رمادي الحقيقه عامل شغل كويس السيزون ده وهو السنه اللي فاتت حتى هو مع اسوان انا شفت انه مدير فني حط بصمه او ساب علامه يعني فتحط تحاول تقرا سيناريو المباراه ازاي وايه هي المكاسب هرجع للسؤال اللي قلته قبل الفاصل اللي تحاول تحققها بصرف النظر عن المكسب والثلاثه بونت يعني يمكن يا احمد هي مباراه سيراميكا طبعا مباراه صعبه لان فريق سيراميكا بيمتلك عناصر هجوميه مميزه جدا يعني انت لما تبص في وسط ملعب سيراميكا هتشوف محمد ابراهيم هتلاقي صديق اجولا المنتقل حديثا ليهم من سموحه لاعب مؤثر جدا هتلاقي احمد القندوسي ثلاثه كورتهم حلوه قوي ثلاثه بيقدروا يعملوا التحولات والانطلاقات الهجوميه بصوره مميزه جدا لما حتى هتجد في الاظهره الدفاعيه عند سيراميكا بقى هتجد ان محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا المنتقل للنادي جاب جول وعامل اداء مميز جدا مميز في الضربات الثابته جدا وقندوسي اللي جاب الجون الثاني قندوسي احرز هدف وكان ليه كوره حلوه قوي في العرض ار2 وكمان جون ايبوكا بيقدروا يعملوا عليه يطلعوا عليه يعني بيستلم ويستنى الفريق ويطلعوا عليه عندهم كمان اكتر من لاعب مميز في سواء محمد بسام بيعمل مباريات كبيره امام النادي الاهلي غير كده كمان طول ايمن عمره. ايمن سيراميكا وغير سيراميكا سيراميكا يبقى بوفون قدام الاهلي حتى من ايام طلائع الجيش بيعمل مباريات كبيره امام النادي الاهلي ايمن الرمادي هو جول كيبر كويس بصراحه جدا بسام واحد من ضم المنتخب حراس المرمى المميزين بصراحه بالظبط وكمان شهدت المباراه الماضيه عوده سعد سمير اللي شارك في تقريبا 25 دقيقه لاول مره من بدايه الموسم فعندهم عناصر خبره وعندهم عناصر شباب عندهم لعيبه مهاريه هو منظومه لعب مميزه جدا يمكن النتائج بتاعتهم مش دايما كويسه ما بيعرفوش يحموا الاداء الكبير اللي بيقدموه ما بيعرفوش يحموا النتيجه بتلاقيهم بيتعرضوا لخساره امام طلائع الجيش تعادل بعد ما كانوا متقدمين امام فاركو بيرجعوا ويتعادلوا ايمن الرمادي عامل منظومه لعب هو دايما حتى محافظ على شكل وهويه الفريق من وقت ما كان بيتولى القياده التدريبيه لاسوان شفنا العرض الكبير اللي عمله امام المصري في نهائي كاس الرابطه فانا اعتقد ان مباراه على ارض الملعب هي دي المباراه بالمناسبه اللي بيحبها النادي الاهلي ان الفرق تكون فاتحه خطوطها وبتلعب كره هجوميه ممكن تتعرض ان انت يبقى يتاح للفريق المنافس فرص ولكن كمان انت عندك لاعبين مميزين يقدروا يشتغلوا في المباريات دي كويس قوي يستغلوا المساحات اللي هتبقى موجوده في وسط الملعب خاصه ان سيراميكا من الفرق النادره جدا في الدوري اللي ما عندهاش لاعب رقم 6 اللي مهمته الاساسيه يقطع اللي هو بيضغط الفايتر القوي طارق حامد حمدي فتحي ده مروان عطيه اللاعب ده مش موجود حتى الان في وده اللي ينقص منظومه لعب سيراميكا بالمناسبه فانت هتلاقي مساحات كبيره جدا في وسط ملعب سيراميكا تقدر تعمل اختراقات وتقدر تعمل شغل مميز واعتقد ان هي على ارض الملعب هتبقى مباراه ممتعه للجمهور يعني طيب عايز اسالكم في طريقه لعب الاهلي وهل ده مفترض نشوفه بيحصل حتى لو بشكل تدريجي او ما تبقاش بتعتمد عليه بشكل كلي يا مصطفى لانه ممكن تحتاجه في ماتشات بعد كده هتكون اصعب وهتكون فيها المنافسه قويه. طريقه لعب الاهلي ولو بصيت على الهدفين بتوع امبارح واغلب الفرص اللي عملها النادي الاهلي هتلاقيها يا اما من بره ال 18 يا اما اختراق من العمق، يعني الجونين اللي جابهم الاهلي باس 1 3 الاول بين ولغايه لما وصلت لطاهر دخل وحط على يمين ابو الصعود والكره الثانيه نفس الحكايه برضو امام عاشور وطاهر ثرو من طاهر لامام على الناحيه اليمين وطاهر وامام رجعها لورا خدها هاني فيرست تايم من جوه الصندوق الطريقه دي ممكن شويه تكون مش في صالح انتوني مودست اذا كان انتوني مودست اتفق معاك جدا هيكون الشغل عليه او انت بتراهن عليه انه يكون مهاجم الصندوق محتاج شويه تغير في طريقه لعبك بحيث انه الامداد والتموين يوصل ليه وتقدر تحكم عليه وخصوصا انه الطريقه دي في اوقات كتير جدا ممكن تحتاج لها في ماتشات هتخلص من كره ثابته او هتخلص بكره عرضيه هل ده مفترض انه يحصل بشكل تدريجي في الماتشين اللي جايين واولهم سيراميكا
يعني المفروض ده يحصل، لان طبعا مباراه سيراميكا اعتقد هو كمان قال في المؤتمر الصحفي هل مودست هيبقى جاهز لمباراه سيراميكا ولا لا، انا هشوف يعني دي دي بالنسبه له هتقرر هو هيعمل ايه. كولر الموسم اللي فات كله كان بيلعب بطريقه اللعب اللي هي دايما اختراق من العمق واللعبه مركزيه، شفنا نجح حمدي فتحي في الموضوع ده قبل ما يرحل، وكمان اليو ديانج واوقات كتيره قفشه، وهو بدا الموسم بيها. لكن بعد وجود مودست وحتى اطراف الاهلي يعني بيرسي تاو والشحات اللي كانوا هم ليهم الدور الرئيسي هناك كانوا دايما برضو اختراقات طبعا وتبادل مراكز مع كده في مباراه معلول ومع هاني وبيخشوا جوه الصندوق وبيخلصوا. حصل كده في مباراه المصري ومباراه الاسماعيلي وقدروا فعلا يجيبوا اهداف حسين الشحات وبيرساو. فالسؤال هنا انت عشان تنجح مودست محتاج عرضيات، وهو حاول يعمل كده في بدايه الموسم في بعض المباريات لما بدا يلعب كريستو على عدلته ولعب احمد عبد القادر نفس الكلام، فكلنا كنا مستغربين عشان هو عايز عبد القادر وكريستو يعملوا عرضيات يعني يبقوا مضطرين يرفعوا عرضيات، لان هم ده هيلعب يمين بدل ما يحصل لجوه وده يلعب شمال عشان يبقى العرضيات جايه لمودست عشان هو بيجهز مودست للمباراه القادمه. لكن المشكله في النادي الاهلي ان كولر على فكره امبارح بدا المباراه بطريقه لعب مختلفه، ممكن يعني ما حدش اخد باله طول عمره كولر بيبدا 4-3-3، لكن المباراه امبارح بدا 4-2-3-1. قفشه امبارح كان بيلعب رقم 10 وبقى لنا كتير ما شفناش ان كولر بيلعب برقم 10، لكن هو كان محتفظ بمعشور وكوكا اتنين في نص الملعب، وده برضو من اسباب ان هو عايز يخلي مودست يجهز ويحاول برضو يعمل كده. لكن وكان في بعض لعبت كام كره عرضيه امبارح تقريبا في الشوط الاول في كورتين واحده منهم جت لمودست اللي جت بتاعت كريم الدبيس اللي عدت، وكان على فكره كانت قريبه جدا ان هو يجيبها جول يعني دي برضو انا اديتني حته كده لمودست مهمه جدا، ان مودست عنده هدوء ودي برضه ميزه، يعني ممكن انت تشوف مودست مش جاهز لكن هو عنده الهدوء قدام منطقه الجزاء، ودي من ضمن المميزات لاي مهاجم عامه، يبقى عنده الهدوء داخل ال 18. فدي من ضمن العرضيات، العرضيه الثانيه الاولى طبعا بتاعت طاهر ومودست راح عاملها باكورد وطلعت بره يعني. ايوه فتقريبا لو خدنا بالنا ان كولر بيدي تعليمات بكده، يعني ده برضه يبين ان هو كان بيفتح او في بعض الاوقات ان كريم الدبيس انا بيتهيألي ان احنا متفقين بلال انه لو دورت على السرعات لو دورت على الوان تو وان مش هتلاقيه قوي عند مودست، رهانك عليه في العاب الهواء، فكره القوه الجسمانيه فكره اجاده اللعب بالراس هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تظهر امكانيات رغم انه عمل امبارح كورتين يعني حلوين فيهم يعني فيهم كوره بصراحه يعني مش بص بس انا مش مستنيه يعني مش مستنيها منه بالظبط يعني خلينا نقول ان في اخر مثلا 7 أو 8 مواسم الاثنين المهاجمين اللي نجحوا في النادي الاهلي كاسماء وقدروا يحققوا حتى ارقام فرديه مميزه كان وليد ازارو ولا ومحمد شريف، انا بشوف ان دول ان دول النموذجين الابرز اللي في وسط ال 10 12 مهاجم اللي دخلوا على النادي الاهلي في السبع ثمان سنين الاخيره قدروا يسيبوا علامه مميزه، قدروا يحققوا ارقام، قدروا ينافسوا حتى ويحصلوا هما الاثنين بالمناسبه على لقب هداف الدوري. فانت لما تيجي تبص لطريقه لعب ازارو ولما تيجي تبص لطريقه لعب محمد شريف هتلاقي ان هما نجحوا ان هما يعملوا لنفسهم سياسه لعب جديده، لان النادي الاهلي بقى له فتره كبيره جدا ما بيشتغلش على العرضيات، يعني دي حتى انت جبت وولتر بواليا، جبت اليو بادجي، جبت حسام حسن، جبت شادي حسين، جبت كل اللعيبه اللي ممكن تكون مميزه ان هي بتلعب رقم 9، ومع ذلك اللعيبه دي كلها النماذج بتاعتها ما نجحتش داخل منظومه لعب النادي الاهلي، لان وانا الكلام ده بقوله لك من كلامي حتى مع بعض اللعيبه دي لما خرجت من النادي الاهلي ان ما فيش حد بيمدهم لا بعرضيات كتير، المهاجم عايز يحمد زي وقت ما كان موجود في فتره من فترات فيلافيو. أيوة. فيلافيو ما كانش بيحرز كل العرضيات اللي بتتاح ليه، كان سيد معوض دايما، كان كابتن اسلام الشاطر ومحمد بركات، كان جيلبرتو، كل دول كانوا شغالين طول المباراه. انت مثلا كنت تطلع في الاحصائيه بتلاقي ان انت عندك 14 عرضيه. انت لسه بتتكلم انت واحمد دلوقتي ان انت في مباراه امبارح هتلاقي واحده او اتنين من الجانب الايمن، واحده او اتنين من الجانب الايسر، ومعظمهم كمان ما بتبقاش ملعوبه على المهاجم. يعني احنا في كوره امبارح عرضيه عملها محمد هاني من اقصى اليمين لاقصى الشمال بعيده تماما. ف راس الحربه في النادي الاهلي انا عايز احدد هدفي لو هلعب راس حربه انه ما فيش احنا في الاهلي يعني جهاز فني هل ما بيشتغلش على الجزئيه دي ولا بيشتغل عليها ومحتاج يطورها ولا لانه لا محتاجه تطوير اكيد يعني حتى شكل الاوفر في اوقات كتير جدا ملعوب ما تحسش ان هو تعرف مثلا وبيتظلم المهاجم. هقول لك حاجه في واحد بالذات بيلعب الترجي والوداد الفرقتين دول وممكن تحط معاهم الرجاء اي كوره عرضيه او اي كوره ثابته قريبه من البوكس هتتلعب كوره عرضيه بالنسبه لي من قبل ما تتلعب انا حاطط ايدي على القلب طبعا فاهم ازاي لانها بالنسبه لي
نمره 2 في الخطوره بعد ضربه الجزاء على طول. اكيد احنا انا ما بحسش ده عندنا خالص، بحس انه الحته دي عندنا محتاجه شويه غايبه كتير. غايبه لا غايبه. وخد بقى يعني في اعتبارك انه انت مخلص بطوله افريقيا السنه اللي فاتت بكره زي دي، اكيد اللي هي كره محمد عبد المنعم وعبد المنعم. لا ده اربع اهداف في البطوله بكره زي دي، يعني عندي مودست، وهو دي الحته الوحيده اللي باين فيها انه ممكن يبقى ليه اضافه، يبقى محتاج اشتغل عليها بالظبط. اكيد. فعشان كده بقول لك يا احمد، انت لما تبص لها هتجد ان لا، راس الحرب على فكره ممكن في وقت كبير. احنا اليو بادجي لما خرج من النادي الاهلي تالق في الدوري الفرنسي واحرز اهداف كتير جدا. فانا عايز ان زي ما احنا بنتكلم ان انت لازم يكون مفتاح لعب مهم جدا وحل مهم جدا في اوقات كتيره من المباريات، حل الكرات العرضيه. لازم الجهاز الفني يهتم ويطور الاوفرات. يعني انا فاكر كلمه كان بيقولها دايما سيد معوض في مباراه الجزائر اللي احرز فيها عماد متعب الهدف، قال لك انا رفعت عيني وعملتها في الحته اللي فيها عماد متعب. انا ما اعتقدش ان في حد حاليا بيعمل الموضوع ده زي ما انت اتكلمت، ان الاوفر بيتعمل يعني لمجرد ان انا بعمل اوفر لو حد مكمل بياخدها، لكن راس الحربه اللي موجود اللي بيتحرك. على فكره بالمناسبه امبارح مودست اتحرك كتير جدا، هو مودست او غير مودست بيتمنى ان هو توصل له كرات كتير خلال المباراه. يقدر من هدف من واحده او اتنين يجيب هدف او هدفين. هو مودست لو طلع بعد المباراه امبارح جاب جول او جولين، الناس كلها هتطلع بيه السما، وانت هتشوف ان هو ده مهاجم كويس هو او غيره. فدي يعني دي سلبيه مهمه جدا، اتمنى ان احنا نشتغل عليها الفتره الجايه ونستفاد من، لان احنا عندنا رضا سليم في الجيش الملكي كان مميز جدا في كل الكرات السابقه، وكان واحنا شفنا الاهداف اللي كان بيحرزها الجيش الملكي عن طريق رضا، وعندنا طبعا علي معلول، وعندنا لعيبه كتير نقدر نشتغل عليها كويس. يعني احنا في بدايه السيزون لما الاهلي اعلن التعاقد مع رضا قلت انه يعني كان توقعي انه رضا هيلعب في مكانه اللي كان منور فيه مع الجيش الملكي ناحيه اليمين جناح ايمن. فقلت انه لما يبقى في عرضيات من رضا في اليمين وعلي معلول في الشمال ده مودست هيهيس. اكيد انت قلت كده فعلا صح. لكن القصه طيب. طب خليني ابص على سيراميكا مره ثانيه، تتوقع ايمن رمادي يفكر ازاي في المباراه دي؟ وهل ممكن انه يلعب فعلا جيم مفتوح زي ما كان بيقول بلال من شويه يا احمد؟ بشوف ان هو لا، مش هيبدا جيم مفتوح. هو ايمن رمادي عمل حاله من التوازن من بدايه الموسم اللي كان يفتقدها سيراميكا الموسم اللي فات. سيراميكا على فكره واحد من افضل الفرق بتاعه بشكل جماعي في الدوري المصري. سيراميكا الموسم اللي فات يمكن الاسماء ما تبقاش كبيره قوي، ولو ان عندهم اسماء عندهم لعيبه برضه لعيبه الاهلي والزمالك كتير طبعا، لكن كتيم كشغل جماعي بشوفه الحقيقه ايمن رمادي عامل شغل يعني. عمل شغل كبير جدا، وبداوا يلعبوا بطريقه جماعيه طبعا، وبدا يعمل حاله توازن اللي هي كانوا يفتقدوها. سيراميكا كانت مشكلته الموسم اللي فات وكان خلاهم بينافسوا في الاخر السيزون على الهبوط بسبب ان كان دفاعيا زي ما قال بلال ان كان عندهم مشكله في رقم 6. لكن ايمن رمادي حل المشكله دي، شفنا ان هم قدام بيراميدز اللي هو فريق قوي هجوميا قدر يتماسك لغايه اخر المباراه وهو كسبان 1-0، وقدر يحرز الهدف الثاني عن طريق محمد شكري في الدقيقه 93، وده يبين حاله سيراميكا الدفاعيه. وهو اعتقد ايمن رمادي هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها قدام نادي بيراميدز، هيلعب بطريقه متوازنه، عندهم حلول هجوميه بيعتمد على محمد ابراهيم وعلى جول ابوكا، وكمان القندوسي المتالق جدا. القندوسي احرز 4 اهداف مع سيراميكا وعمل هدف او عمل هدف بساهم في المجمل في 5 اهداف. فعايز اقول ان القندوسي تكتيك، لو بصيت للتكتيك اللي لعبوا بيه ماتش بيراميدز، هم كسبوا صحيح 2-0، هدف قندوسي وهدف شكري، لكن لعبوا جيم تكتيكي كبير جدا طبعا. وده اعتقد انه السيناريو الاقرب لجيم الاهلي. بص بالظبط، ده انا اتفق معاك جدا، وبشوف ان ايمن رمادي عمل حاجه حلوه جدا كان عملها احمد سامي مع مصطفى فتحي واحمد عبد القادر في سموحه. كان دايما بيديهم هما الاثنين الحريات في الملعب، فالقندوسي ومحمد ابراهيم ما تعرفش مين فيهم هو رقم 10 ومين صانع العاب، هو بيلعب مديهم حريتين حريه كبيره جدا في الملعب، فعاملين خطوره كبيره جدا على اي منافس بيقابلوه. فعشان كده حتى القندوسي لو شفنا الهدف اللي جابه، القندوسي موجود في كانه فيرود. فده يبين قد ايه قيمه ايمن رمادي ان هو مدي دايما الحريه للعيبه الحريفه واللعيبه اللي عندها امكانيات كبيره، مش مقيدهم بمركز معين، وده اللي منجح سيراميكا الموسم ده. فاعتقد ان هو هيقابل بنفس طريقه اللعب اللي لعب بيها قدام بيراميدز، ويعني النادي الاهلي طبعا هيلعب بطريقه لعبه مختلفه وهيضغط عليهم عكس بيراميدز يعني. بعيدا عن خطه اللعب او بعيدا عن التشكيل، هل يا بلال بتشوف ان في اسماء تستحق التواجد في مباراه سيراميكا لسببين؟ واحد انها تستعيد فورمه المباريات، سنس المباريات مره ثانيه، او لانها تاخد فرصه للتاكيد على يعني احقيتها في التواجد التشكيل الاساسي، او انها ممكن يكون ليها دور مهم في الماتشات اللي جايه بعد كده؟
يعني اعتقد ان ياسر ابراهيم لازم طبعا يستمر في المشاركه. ياسر احد العناصر اللي بالمناسبه كمان افتقدنا دور ياسر الهجومي. احنا ياسر في مباراه الهلال السعودي في كاس العالم للانديه احرز هدفين. بالظبط، ياسر مميز جدا، نقدر نستفاد منه كمان، خاصه لما يبقى معاك دلوقتي معظم المنافسين بقوا يشتغلوا على حته محمد عبد المنعم كويس قوي، ولو استعرضنا وشفنا الفيديوهات والحالات هتلاقي ان هو بيوقف واحد لمحمد عبد المنعم واحد كمان ورا الراجل علشان لو عبد المنعم سرقه يلاقي ده في وشه. خلاص الجمله دي، فانت مطلوب انك تغير. فلما يبقى عندك داخل منطقه الجزاء ياسر مميز في الالعاب الهوائيه مع محمد عبد المنعم، ده بيديك حل. وياسر كمان في الادوار الدفاعيه مميز جدا. انا بعتقد ان اكرم توفيق لازم يرجع طبعا يشارك. اكرم لاعب مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي. واحنا كمان الخطه اللي خدها في ماتش سان داونز خلت كل الناس حاطت ايديها على قلبها طبعا، ولكن هو الحمد لله بخير. فانا اعتقد ان اكرم ياسر ابراهيم دول محتاجين يستمروا في المشاركه. لكن غير كده انا بعتقد ان الكل بيشارك، يعني هم الاثنين دول اللي كانوا بعاد ورجعوا. وانت بتتكلم على اكرم دلوقتي، خليني اقول انه اللي كان قلقان من الباك اليمين والباك الشمال في اول السيزون، يعني اللي كان بيقول انت كنت دايما بتتكلم ان اكرم راجع هاني لوحده، النهارده بعد 7-8 ماتشات النهارده بتقول كريم الدبيس مع علي واكرم مع هاني، فالى حد ما برضو دي واحده من مكاسب الفتره الصعبه اللي احنا مرينا بيها. اكيد. فانا بقول لك ان باقي التشكيل انت هتلاقي ان في عناصر ثابته، وده مطلوب على فكره ان يكون عندك من سبع لثمان لاعبين ما بيتغيروش في وده حاجه من ضمن الحاجات اللي بتحافظ على شكل وهويه الفريق، انك يكون عندك من سبع لثمان عناصر اساسيين، وان انت تقدر تغير بعد كده في واحد او اثنين او ثلاثه. فانا اعتقد ان اكرم توفيق، ياسر ابراهيم محتاجين يستمروا في المشاركه، كريم فؤاد زي ما قلت لك احمد، والراجل بيدي الكريم ومقتنع بيه جدا. وانا زي ما قلت لك برضه لسه عند رأي نفسي اشوفه في الظهير الايسر، ولو حتى يعني علي معلول ممكن يشارك لمده 60-65 دقيقه ويشارك كريم في الظهير الايسر. اعتقد ان انت هتشكرني بعد المشاركه بتاعته. لا كريم لعيب مميز جدا. انا بشكركم دايما في جميع الاحوال، طبعا بستمتع بوجودكم معانا. بلال محسن واحمد مصطفى شرفتونا ونورتونا. 180 دقيقه اكبر بكتير من 6 بونت. اتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي ينجح في الاختبارين، سواء اختبار سيراميكا الاربع او جونه من بعده السبت، ونسيب او نقفل صفحه الدوري بالعلامه الكامله. الاهم من ده ان احنا نطمن على مستوى نجومنا وفريقنا، ونراجع حساباتنا، واللي كان بعيد شويه يقدر يرجع، نحضر نفسنا لانه المرحله اللي جايه هتكون في منتهى الصعوبه والقوه، والاهلي دايما جدير بالتحديات. كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله قدام سيراميكا يوم الاربعاء، نكسب ونستمتع. بشكر حضراتكم على المتابعه، تحياتي لكم.